أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، نقدم لكم النشرة الثقافية من قناة الجزائر أنوان، والبداية بأبرز العناوين. الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية يوقعان برنامجا تنفيذيا لحفظ وترميم التراث الثقافي. السعيد بوشلوس في ذمة الله وزير الثقافة والفنون تقدم تعازيها عبر حسابها الخاص فيسبوك. الحكواتي المتجول صديق ماحي يطلق مؤلف جديد بعنوان مولى مولى وحكايات أخرى. أضرار جسيمة تلحق بمنزلي الفنانتين إليسا وهيفاء وهبي جراء انفجار بيروت. تضامن نجوم الفن العربي مع حسين الجسمي إثر تعرضه لحملة تنمر واسعة. أهلا بكم من جديد. وقع السفير الأمريكي لدى الجزائر جون ديرشور ووزير الثقافة والفنون السيدة مليكة بن دودة يوم الخميس على خطة عمل مشتركة متعلقة بمذكرة التفاهم حول حماية الملكية الثقافية. الطرفان أبرما اتفاقا للعمل بشكل تعاوني في مجالات حماية الممتلكات الثقافية وترميمها. وقد حضر مراسم التوقيع المدير العام للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها عبد القادر دحدوح، الذي رحب بمبادرة التعاون الهامة. وتعتبر خطة العمل المشتركة المتعلقة بمذكرة التفاهم خارطة طريق مدتها 5 سنوات لتنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة أمريكا والجزائر في 15 أوت 2019. وتتضمن المذكرة سلسلة من الأنشطة تهدف إلى الحد من نهب الممتلكات الثقافية الجزائرية، حماية التراث الثقافي الجزائري، وزيادة التبادل العلمي والثقافي والتعليمي. كما تبرز هذه الاتفاقية الالتزام المشترك للولايات المتحدة الأمريكية والجزائر بحماية تراث الجزائر وتعزيز التنمية الاقتصادية حول السياحة المستدامة والتقليل من دوافع النهب والاتجار. وتجدر الإشارة إلى أن السفارة الأمريكية قد خصصت ما يقارب من 400 ألف دولار أمريكي للمشاريع التي ستساعد في تحقيق الأهداف الطموحة لخطة العمل. توفي السبت بالجزائر العاصمة المؤلف والموزع الموسيقي سعيد بوشلوش عن عمر ناهز 45 سنة بعد صراع طويل مع المرض. وقد بدأ اهتمام الفقيد بالموسيقى لدى التحاقه بصفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية، حيث تعلم العزف على البيانو أين برزت موهبته وحسه الموسيقي. الزميلة سارة أجعود أعدت لنا هذا البورتريه. هو من ارتبط اسمه بالفن والموسيقى وتلحين، هو من اجتهد في الإنتاج الموسيقي ليصبح أبرز الملحنين في الجزائر. عاشق الموسيقى والفن منذ صغره، حيث كانت هوايته المفضلة ليبلغ بها القمم في التلحين والتوزيع الموسيقي. ملحنون في رصيده الكثير من الأعمال الفنية، أعطى الكثير للموسيقى الجزائرية والسينما والتلفزيون الجزائري، حصد من خلالها العديد من الجوائز، كان أبرزها الفنك الذهبي مرتين، حيث كان من أبرز أعماله أغاني المنتخب الوطني وموزع للعديد الفنانين الجزائريين، وكاد توزيع أغلب الجينيريكات السينمائية والتلفزيونية التي شهدناها طوال 20 سنة الماضية. وفاة الملحن سعيد بوشلوش خبر نزل كصاعقة على الفنانين الجزائريين وعلى جمهوره ومحبيه، وذلك بعد صراعه مع المرض، وما جعل وزيرة الثقافة مليكة بن دودة تعزي عائلة الفقيد في تغريدة نشرتها على الفيسبوك. إذن اليوم انطفأت شمعة من شموع الموسيقى الجزائرية. سعيد بوشلوش يفارق الحياة وهو من سيترك فراغا رهيبا في الموسيقى الجزائرية، فإن لله وإنا إليه راجعون. أصدر
إصدار الحكواتي المتجول صديق ماحي مؤلف جديد بعنوان مولى مولى وحكايات أخرى، يروي فيه بأسلوب مشوق وجميل على طريقة القوال أو الحكواتي قصص مستوحاة من الموروث الجزائري الأصيل. وقد صدر مؤلف صديق ماحي عن دار القدس العربي ويحوي 90 صفحة قدمت فيه الحكايات بالعربية والفرنسية، أين حافظ الكاتب على أسلوبه اللغوي وتركيبته على روح الإلقاء لدى الحكوات في سرده، مع الإبقاء على مقدمة وخاتمة القصة التي تتكرر في كل حكاية، حيث يكتشف القارئ في هذه الحكايات المشبعة بالخيال والأساطير العجيبة الكثير عن التراث الشفهي وبلاغة القوالين الذين كان لهم دور كبير في تثقيف وتربية الأجيال والترفيه عن الناس. يذكر أن صديق ماحي واسمه الحقيقي مسلم صديق من مواليد سيدي بلعباس في 1960، له تجربة في المسرح أين ترجم مجموعة أعمال لمولود معمري ونشط عدة ورشات تكوينية وبرامج إذاعية. تحصل الفنان العالمي الجزائري عبد الرؤوف دراجي المعروف بسولكينج يوم الأربعاء على الأسطوانة المسية بأغنية ملايين، الأغنية في ثنائي مع داجو، وبعد 6 أشهر فقط من طرحها حققت أزيد من 50 مليون تحميل عبر مختلف تطبيقات تحميل الأغاني عبر خاصية ستريمينج، وأزيد من 156 مليون مشاهدة عبر موقعه الرسمي في اليوتيوب، وبذلك تعتبر ثاني أسطوانة ماسية في مسيرته الفنية بعد أغنية جيريا التي توج بها مؤخراً. سولكينج لا زال يواصل نجاحاته بتتويج ألبومه الأخير فينتاج بالأسطوانة الذهبية الذي يعد ثاني ألبوم له الصادر في شهر مارس الماضي. وبهذه المناسبة فاجأ الفنان جمهوره عبر موقع الأنستغرام بمقطع من أغنيته روكستار 2 التي تعد تكملة لأغنيته روكستار في جزئها الأول كأغنية هدية في ألبومه الأخير. في الشأن العربي، أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا عن تعرض منزلها لأضرار كبيرة جراء الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت يوم الثلاثاء الفارط. ونشرت إليسا عبر حسابها على تويتر: محروق قلبي من جوا ومقهورة على بلدي من اللي صار، أنا الحمد لله بخير وإن شاء الله ما يكون في شهداء وكل الجرحى يتعافوا يا رب، بيتي تكسر كله بس مش مهم، المهم الله يحمي لبنان. الفنانة اللبنانية تقدمت بشكرها الجزيل للجزائر وإلى كل الدول العربية على تقديمها مساعدات لبلدها لبنان الذي يعيش أزمة حقيقية جراء هذا الانفجار. كما تعرض منزل الفنانة هيفاء وهبي للسقوط جراء الانفجار، حيث سقط زجاج المنزل على العاملات داخله أين نقلوا على إثر ذلك للمستشفى. ونبقى دائما في الشأن اللبناني، أين خضعت النجمة نادين سيب نجيم لعملية جراحية بعد إصابتها في انفجار بيروت يوم الثلاثاء. وبعد ساعات من القلق على نجمتهم خرجت الفنانة بمنشور طمأنت فيه جمهورها على صحتها، وأدرجت مقطع فيديو يبين الدمار الذي لحق بمنزلها، وكتبت الفنانة: شكرا ربي أولا رجع خلقني وعطاني عمر جديد، الانفجار كان قريب والمنظر مش مثل الحكي. الفنانة أضافت: فعلا يلي بيفوت على بيت ويشوف الدم وين ما كان وكل شيء مكسر ما بيقول إنه بعدنا عايشين، الحمد لله ألف مرة أعطاني القوة أنزل 22 طابق حافية مغطسة بالدم حتى أخلص حالي. وأوردت الفنانة: وقفت سيارة قلت له دخيلك ساعدني، كان ابن حلال ووصلني على أول مشفى، رفضوا يستقبلوني لأنها كانت مكدسة بالجرحى، رجع أخذني على مشفى المشرق أسعفوني وخضعت لعملية 6 ساعات لأن نص وجهي وجسمي مدمم. وأكدت الفنانة أن مشهد الدمار والجرحى كان مرعبا، قائلة: اللي شفته على الأرض صعب كثير ينوصف، فعلا وكأنه قنبلة نووية، شكرا يا رب لأنك حميتني وحمد لله أولادي بخير وسلامة ما كانوا بالبيت، بشكر الله على كل لحظة ويا رب ترحم الموتى وتشفي الجرحى. تعرض حسين الجسمي في الأيام القليلة الماضية إلى حملة تنمر وسخرية واسعة إثر تغريدة له على تويتر عبر فيها عن حبه للبنان بمناسبة عيد الجيش اللبناني في أول أغسطس الماضي. تغريدة حولها البعض إلى موضوع سخرية في حقه بعد ربطها بشكل مباشر مع ما حدث في لبنان بعد انفجار بيروت الأخير، ووصل الأمر إلى اتهامه من طرف البعض أنه سبب كل ما يحدث من خراب ودمار في الوطن العربي. الحملة قوبلت بحملة أخرى مضادة من قبل العديد من أهل الفن ممن عبروا عن تضامنهم الكامل مع الجسمي وسخطهم في نفس الوقت على أصحاب التعليقات المسيئة في حقه. وقد كان على رأس الداعمين الفنانة أحلام التي كتبت على تويتر: فخر بلادي الإمارات أخوية، أرفقتها مع صورة له. صدمت الفنانة المصرية شهيرة زوجة الفنان القدير محمود ياسين جمهوره بكشفها عن حقيقة وضعه الصحي، ويأتي ذلك بعد تداول عدة إشاعات حول وفاته. وحسب موقع مجلة سيدتي أكدت شهيرة إن حال زوجها مستقرة إلى حد ما لكن لا يوجد تحسن إطلاقا. واعترفت زوجة محمود ياسين بأنها منعت عنه الزيارة نهائيا منذ 5 شهور بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا. كما كشفت شهيرة أنه قد تم إبلاغها من طرف الفريق المعالج لياسين أن مرضه لا علاج له.
وأوردت شهيرة: ربنا موجود وأنا مش عارفة حنعمل إيه، يا رب تعدي الأزمة والموضوع ملوش علاج، ويا رب الحالة ما تتدهورش عن كده. مؤكدة أن أحيانا تتعرض للاهتزاز والصدمة بسبب عدم تقبل الوضع الصحي للفنان محمود ياسين. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة الثقافية، إلى اللقاء. مشاهدينا الكرام، متابعي قناة الجزائر أنوان أينما كنتم، مرحبا بكم معنا في حصاد إيكو نيوز لهذا الأسبوع، والبداية بفقرة زوم. نظمت السيدة بن حراث يوم الأحد رفقة الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية حمزة السيد الشيخ لقاء تغافر بمقر الوزارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتبادلت الوزيرة التهاني مع عمال وإطارات الوزارة، ومن خلالهم وجهت التهاني لجميع عمال وإطارات القطاع عبر الوطن. كما توجهت وزيرة البيئة السيدة ناصرة بن حراث بعبارات الشكر والتقدير لعمال النظافة على جدهم في العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وجاء في منشور الوزيرة: نوجه أرقى عبارات الشكر والتقدير لعمال النظافة الذين عملوا بجد وإخلاص في الأحياء والشوارع وبمحيط مؤسساتنا طيلة أيام عيد الأضحى المبارك. وتابعت بن حراث: إليهم يرجع الفضل في نظافة بيئتنا وجمالية مدننا التي نريدها أن تكون أجمل المدن التي نتباهى بها، لتلك الأيادي التي تكنس وتنظف، نتمنى لها دوام الصحة والعافية. اجتمعت وزيرة البيئة السيدة ناصرة بن حراث مع مدراء المؤسسات الاقتصادية تحت الوصاية من أجل تدارك النقائص والتأخر في المشاريع. وقالت الوزيرة عبر صفحتها على الفيسبوك أن الاجتماع جاء في إطار اللقاءات التقييمية لمدى تقدم المشاريع والبرامج المسطرة في الاستراتيجية الوطنية للقطاع. وحضر الاجتماع المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة وعدد من إطار الوزراء والمدراء والعاملون للمؤسسات الاقتصادية تحت وصايتنا والمتمثلة في المعهد الوطني للتكوينات البيئية والوكالة الوطنية للنفايات والمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى المركز الوطني للتكنولوجيات الأكثر نقاء. وأضافت الوزيرة أن هذه اللقاءات تندرج في إطار المتابعة الحريصة لمدى التزام هذه المؤسسات بالمهام والبرامج الموكلة إليها، حيث أسدت تعليمات صارمة لضرورة استدراك النقائص وتدارك المشاريع المتأخرة والعالقة. جاء في اجتماع المجلس الأعلى للأمن يوم الاثنين والذي خصص لتقييم الوضع في البلاد في ضوء التطورات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، حيث درس المجلس الأعلى للأمن إعادة فتح الشواطئ والمنتزهات والأماكن لاستراحة المواطنين خاصة في الموسم الصيفي. وكلف السيد عبد المجيد تبون رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح هذه المساحات بشكل تدريجي يسمح كذلك بالاحترام الصارم للتدابير الوقائية، مؤكدا أن الدولة ستبقى في كل الحالات يقظة من أجل التقييد الصارم من طرف المواطنين بهذه التدابير التي يمكن إعادة النظر فيها في حالة تفاقم الوضعية الصحية. وفي ختام الاجتماع أكد الرئيس على الإسراع في فتح تحقيقات في أسباب هذه السلوكيات التي كانت وراء حرائق الغابات حتى يتم تحديد مسؤوليات الجهات الفاعلة بدقة. بلغ عدد الجزائريين الذين أجلتهم الجزائر من الخارج 8511 مواطن إلى غاية الأسبوع الفارط منذ بداية عملية الإجلاء بتاريخ 20 جويلية. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أن المرحلة الثالثة من العملية ستنطلق بداية من شهر أوت، حيث برمجت رحلتين من مطار دبي، الأولى بتاريخ 4 أوت والثانية بتاريخ 6 أوت، تحمل رعاية الجزائر من الإمارات العربية المتحدة
وكوريا الجنوبية وبنغلاديش والصين والفيتنام وتايلاندا وأستراليا ومدغشقر وكينيا. كما تم برمجة رحلة من مطار إسطنبول بالنسبة للعالقين في تركيا وشمال قبرص يوم 5 أوت، ورحلتين يومي 6 و9 أوت مخصصة لمن تبقى في تركيا والعائدين من الفيتنام وتايلاندا ومدغشقر وباكستان، بالإضافة إلى العالقين في سوريا ولبنان والذين سيتم تجميعهم في مطار بيروت. كما برمجت رحلة من مطار الدوحة بقطر يوم 8 أوت مخصصة للعالقين بقطر وكوريا الجنوبية وباكستان وبنغلاديش واليابان وتايلاندا وأستراليا ومدغشقر وكينيا وتنزانيا، وبرمجت 3 رحلات من مطار باريس بتاريخ 4 و 5 و 9 أوت مخصصة لإجلاء العالقين في فرنسا والبرازيل وكوبا والمكسيك والأرجنتين وكولومبيا والكونغو الديمقراطية وغيرها من الدول الإفريقية. وتم برمجة 4 رحلات، الأولى من مطار واشنطن بتاريخ 5 أوت لإجلاء ما تبقى من مواطنين عالقين في أمريكا، ورحلة من مطار جدة يوم 5 أوت لمن تبقى من مواطنين عالقين بالمملكة السعودية. كما تم برمجة رحلات لإجلاء ما تبقى من مواطنين عالقين في تونس وموريتانيا وغيرها من عواصم العالم. حذرت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات من مخاطر بيئية محدقة واسعة النطاق لتدشين دولة الإمارات مفاعلا نوويا مدنيا بعد تأجيلات متكررة بسبب مشاكل متعلقة بالسلامة. ودعت الحملة الدولية ومقرها باريس في بيان صحفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إفادة بعثة تحقيق عاجلة إلى دولة الإمارات لفحص مدى سلامة مفاعل بركة بمنطقة الضفرة في إمارة أبوظبي وفحص ما يشكله من مخاطر كبيرة. وأشارت الحملة الدولية إلى ما تضمنه تقرير نشرته منظمة باور تكنولوجي الدولية المختصة في مصادر الطاقة بأن الكثير من المخاوف تحوم حول المشروع، خاصة تلك المتعلقة بأي تسريب محتمل بالنظر للمشاكل الفنية التي تخللت تدشين المفاعل. وقال الخبراء أن موقع تدشين المفاعل يشكل تحديا آخر، حيث يقام المشروع في منطقة مضخمة بالأزمات ومحيط لا يبعث على الاطمئنان لمنشآت حساسة من هذا القبيل. وقد حذر الأستاذ بمعهد الطاقة في جامعة لندن العالمية باول دورفمان بأن وقوع الحوادث في المفاعلات النووية يظل وارد الحدوث وأن أضرارها حينئذ ستكون كارثية على البيئة والبشر. كما أجاب أن أي حادث سيكون مكلفا جدا وستكون له تأثيرات كبيرة على البيئة والبشر الذين يعيشون في الخليج، فدول هذه المنطقة تعتمد كثيرا على تحلية مياه البحر، وإذا وقع أي حادث سيؤدي ذلك إلى إشعاعات في المنطقة فسيؤثر ذلك على تحلية المياه في المنطقة كلها. أوضحت دراسة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في جنيف يوم الخميس الفارط بأنه من المحتمل أن تتجاوز متوسط درجة حرارة في كوكب الأرض مستويات ما قبل الثورة الصناعية بواقع 1.5 درجة في سنة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة. وجاء في الدراسة أن فرص تسجيل هذا المعدل خلال عام على الأقل بين 2020 و2024 بلغت 20%، بينما بلغت نسبة فرص ارتفاع درجة الحرارة بما لا يقل عن 1.5 درجة خلال شهر أو أكثر في الخمس أعوام المقبلة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية في الفترة ما بين 1850 و1900 نحو 70%. وقال الأمين العام للمنظمة بيتري تالاس: هذه الدراسة تظهر في ظل مستوى مرتفع من المهارة العلمية التحدي الكبير أمامنا في الوفاء بهدف اتفاقية باريس المتمثل في الإبقاء على ارتفاع درجة الحرارة في العالم هذا القرن عند أقل من درجتين مئويتين أعلى من مستويات الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود للحد من زيادة درجات الحرارة حتى إلى 1.5 درجة إضافة، ومن المرجح أن تتجاوز درجة حرارة العالم مستويات ما قبل الثورة الصناعية بواقع درجة كل عام. تسبب وباء كوفيد-19 بخسائر لقطاع السياحة العالمي بلغت 320 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، ما يشكل تهديدا لدخل ملايين الأشخاص وفق ما أعلنته منظمة السياحة العالمية.
وأفادت المنظمة الأممية والتي تتخذ من مدريد مقرا لها بأن الرقم أعلى بثلاث مرات من الخسائر التي سجلتها السياحة الدولية خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009، وتراجع عدد السياح في العالم ب 300 مليون بين جانفي وماي، أي ما يعادل نسبة 56%، في وقت تضرر قطاع السياحة جراء تدابير الإغلاق التي فرضت للحد من تفشي وباء كوفيد 19. وتراجع عدد السياح في العالم ب 300 مليون بين جانفي وماي، أي ما يعادل نسبة 56%، في وقت تضرر قطاع السياحة جراء تدابير الإغلاق التي فرضت للحد من تفشي كوفيد 19 وفق المنظمة. وأفاد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوربان بأن البيانات الأخيرة توضح أهمية إعادة إطلاق السياحة، ما إن يعتبر ذلك آمنا يهدد تراجع الهائل في السياحة العالمية مصادر رزق الملايين. وبينما تعود السياحة ببطء في بعض الوجهات، إلا أن الهيئة الأممية حذرت من أن القطاع يواجه مخاطر حدوث تطورات معاكسة على غرار إعادة تفشي الفيروس وخطر إعادة فرض تدابير الإغلاق والقيود على السفر وإغلاق الحدود في معظم الوجهات. وتوقعت المنظمة في مايو أن تراجع عدد السياح دوليا نحو 60-80% العام الجاري على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد. وارتفع عدد السياح حول العالم بنسبة 4% عام 2019 ليصل إلى 1.5 مليار، وكانت فرنسا البلد الأكثر جذبا للسياح، تليها إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وكان 2009 كآخر عام شهد تراجعا في عدد السياح دوليا عندما تسببت الأزمة المالية العالمية بانخفاض نسبتهم ب 4%. ومن فقرة زوم نأخذكم في جولة على مواقع التواصل الاجتماعي في فقرة إيكو تريندينج. تحت شعار كونكتي مع الطبيعة، نظمت الجمعية الولائية جرين تك المختصة في حماية البيئة من مخاطر التكنولوجيا مسابقة قريوسة في إطار تشجيع الناس للعودة إلى الطبيعة، المسابقة لأحسن حديقة منزلية في طبعتها الأولى. الهدف منها تشجيع العائلات على الاعتناء بالحديقة المنزلية نظرا لدورها الجمالي للبيوت والمدن، بالإضافة إلى دورها النفسي. تم استقبال العديد من المشاركات، واختارت اللجنة ثلاثة منها. لنشاهد معا هذه المشاركات. كان وفق معايير معينة أبرزها تنوع الأصناف وجمالية الحديقة من حيث النظافة والترتيب والتناسق في وضع النباتات، بالإضافة إلى الاستغلال الجيد للمكان وإعادة تدوير المخلفات. المسابقة لقيت استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطلبوا بطبعة ثانية، على أمل أن تعمم مثل هذه المسابقات التي تهدف إلى ترسيخ الثقافة البيئية بين المواطنين. وصلنا وإياكم إلى آخر فقرة، فقرة توثق اللحظة. السفر خليط من المشاعر الغير دائمة، شعورك عند حزم أمتعتك، وشعورك عند ترك مكان احتضنك وقت ضعفك وهوانك، وشعور ثالث حين تودع أحدهم رغم أنه يسكن فؤادك، وشعور رابع وخامس وسادس، لكنها جميعها مؤقتة لا تدوم طويلا. لكن حين تمتزج الاحترافية في التصوير مع شغف السفر والمغامرة، حتما ستتغير المعادلة. نشاهد معا هذا الفيديو.
كيف؟ السلام عليكم. راني في سكيك دا اليوم. هيدا راكم حابين تشوفوا دي بيزاج كيما هادو. عبد الرحمن شاب جزائري ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تمنحه ارتباطات العمل وقيوده من ممارسة هوايته. سنة 2016 اكتشف شغفه للسفر والمغامرة بسبب رحلة مع مجموعة سياحية حيث كانت الانطلاقة. زار في رحلاته عدة مناطق في الجزائر مثل بجاية، سكيكدا، عين دفلة، وهران والصحراء الجزائرية، كما قام بعدة رحلات خارج الوطن منها البرازيل، الأرجنتين، والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أيضا. لغات مختلفة، طعام جديد، وأماكن متنوعة، كلها أشياء تأسره وتجعل من السفر بالنسبة له متعة لا تترك ولا تعوض مدى الحياة. يهدف من خلال توثيق رحلاته إلى تشجيع السياحة الداخلية من خلال مشاركة جمهوره كل تفاصيل سفره. إلى هنا مشاهدينا، نطوي وإياكم أوراق الإيكو نيوز لهذا الأسبوع. نلتقي الأسبوع المقبل بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. أهلا بكم مشاهدينا إلى الموعد الاقتصادي، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يبعث بأربع طائرات مساعدة للشعب اللبناني. الوزير الأول يأمر بالشروع في إحصاء المتضررين من الحرائق. انطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية في البنك الوطني الجزائري. البنك الوطني الجزائري يحدد كيفية الاستفادة من التمويل الإسلامي. الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين تطالب الحكومة بفتح المطاعم والمقاهي. توقيع اتفاقية شراكة مع المجمع الجزائري التركي للنسيج تيالا. وكالة عدل توقع بروتوكول اتفاق مع سيال لضمان تزويد أحيائها بماء الشروب. و 12.7 مليون قنطار من إنتاج الطماطم الصناعية هذا العام.
بداية أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على إثر مكالمة هاتفية أجراها ظهر يوم الأربعاء مع الرئيس اللبناني، أمر بتقديم مساعدة فورية للشعب اللبناني الشقيق، وتنفيذا لهذا الأمر وبإشراف الوزير الأول انطلقت أمس الخميس 4 طائرات جزائرية باتجاه العاصمة بيروت محملة بمساعدات تمثلت في طائرة تقل أطقما من الأطباء والجراحين ورجال الحماية المدنية، وطائرة محملة بالمواد الطبية والصيدلانية، طائرة أخرى تحمل مواد غذائية، وطائرة رابعة تحمل الخيمة والأغطية وغيرها. كما ستبحر باخرة جزائرية وعلى متنها شحنات من مواد البناء للمساعدة في إعادة بناء وتعمير ما دمره الانفجار. أضرار كبيرة خلفتها حرائق الغابات الأسبوع الفارط مست الثروة الغابية والحيوانية، نلخصها في هذه الورقة نتابع. سيناريو حرائق الغابات يعود بقوة هذا الموسم مخلفا معه 14496 هكتار من المساحة الإجمالية للغابات موزعة على 1380 بؤرة حريق على غرار الأدغال والغابات والأحراش. خسائر مادية معتبرة خلفتها الحرائق الأخيرة التي تزامنت مع عيد الأضحى المبارك وارتفاع درجات الحرارة أصابت هكتارات من محاصيل القمح والشعير و104.676 شجرة مثمرة و5111 نخلة و360 خلية نخل، إلى جانب أضرار وخيمة أصابت الفلاحين والثروة الحيوانية. الفيدرالية الوطنية لعمال الغابات والبيئة تستنكر بشدة ما أسمته بالتخريب الممنهج الذي لاحق ما تبقى من الثروة الغابية من خلال الإضرام العمدي في أغلب حالات الحرائق، مشيرة أنها استهدفت غابات ذات كثافة وتضاريس وعرة تعرقل عملية إخماد النيران. التحقيقات الأولية التي توصلت إليها لجنة تقييم أضرار الغابات أسفرت على إيداع 15 شخص رهن الحبس ووضع 3 أشخاص آخرين تحت الرقابة القضائية بعد خضوعهم للاستجواب بتهمة افتعال حرائق الغابات. تجنيد وسائل بشرية ومادية وتكنولوجية هامة للحد من هذه الظاهرة هي الخطوة الأولى التي بشرت بها اللجنة للحد من هذه الحرائق التي أضحت موسمية. فهل هذه الإجراءات ستبعث أملاً في نفوس المتضررين من الحرائق وتزرع النبتة التي تحيا بها غابات الجزائر؟ على إثر مخلفات حرائق الغابات، أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد بإحصاء المتضررين من الحرائق وتقييم الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات استعداداً لتعويضها. وأشار بيان للوزارة أن التعويضات ستشمل بساتين أشجار الفواكه والمواشي وخلايا النحل وغيرها من الأنشطة الفلاحية. ووفق المصدر نفسه، فقد أمر جراد بتقديم اقتراحات للتكفل بالفلاحين المتضررين من الحرائق. وفي هذا الصدد كشف وزير المالية أمس الخميس أن التعويضات لن تكون نقدية بل عينية، قائلا أن الفلاح والمتضررة أشجاره لا يحتاج إلى المال بقدر حاجته إلى أشجار ورؤوس مشية لإكمال نشاطهم، موضحا أن أغلب الفلاحين يفضلون التعويضات العينية. قام الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم الثلاثاء بإعطاء إشارة انطلاق لنشاط الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري حسب ما أورده بيان للوزارة الأولى، بحيث رخص بنك الجزائر في 30 جويلية الماضي للبنك الوطني الجزائري تسويق 9 منتوجات جديدة خاصة بالصرافة للسوق الإسلامية، ويتعلق الأمر بحساب الصك الإسلامي والحساب الجاري الإسلامي وحساب الإدخار الإسلامي وحساب الإدخار الإسلامي الشباب وحساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد والمربحة للعقارية والمربحة للتجهيز والمربحة أقول للسيارة والإيجار. وفي نفس السياق قال أيمن بن عبد الرحمن في ميكروفون للإذاعة الوطنية أنه على البنك أن يحقق شروطا مسبقة ليستطيع الولوج إلى الصيرفة الإسلامية، بحيث يتمثل الشرط الأول في أن البنك عليه أن يتوفر على الإطار القانوني في الإطار المحاسبي والإطار الشرعي.
أما ثاني شرط فيتمثل في تقديم هذه المنتجات التي يرغب في تقديمها إلى الهيئة الشرعية الوطنية للصيرفة الإسلامية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى. أما المرحلة الثالثة هي أن يتقدم هذين الشرطين المحققين إلى مصالح بنك الجزائر التي تقدم له الصك النهائي. وقعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل يوم الأربعاء بروتوكول اتفاق مع شركة المياه والتطهير للجزائر سيال، يتضمن التكفل بتسيير هياكل الموارد المائية بالمواقع السكنية لأحياء عدل حسب ما أفاد به بيان للوكالة. وقد وقع الاتفاق من طرف المدير العام لوكالة عدل محمد طارق بالعريبي والمدير العام لسيال بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بالعاصمة. وحسب ذات المصدر فإن هذا البروتوكول يشمل كل من ولايتي الجزائر وتيبازا، ويأتي تتويجا للاتفاقيات المبرمة بين وزارتي السكن والعمران والمدينة ووزارة الموارد المائية. حدد البنك الوطني الجزائري كيفيات وشروط الاستفادة من التمويل الإسلامي عن طريق صيغة المربحة لشراء عقار أو مسكن. وأكد البنك أن الزبون الراغب في اقتناء المسكن عن طريق المربحة العقارية يعين المسكن الراغب في اقتنائه، حيث يقوم البنك بشراء العقار وإعادة بيعه للزبون بهامش فائدة معروف ومتفق عليها، كما يمنح حق الشراء لكل شخص يحوز على جنسية جزائرية وتقل أعمارهم عن 70 عام ويحوزون على دخل منتظم ما يعادل أو يساوي 40,000 دينار جزائري. على لسان رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، طلبت الجمعية الوطنية الحكومة بإعادة فتح المطاعم والمقاهي التي يصل عددها إلى 50,000 عبر كامل التراب الوطني. كما أخصت كذلك بعض النشاطات التجارية على غرار مركز التدريب وتعليم اللغات وبعض النشاطات الموازية، حيث قدم رئيس الجمعية اقتراحات للحكومة تتعلق بإمكانية منح أصحاب المهن الحرة المتضررة من قروض دون فوائد قصيرة المدى تتراوح بين 50 و200 مليون سنتيم. أبرمت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة والوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة ياسين ضيافات إلى جانب المدير العام للمجمع التركي الجزائري للنسيج تايال الواقع بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب بولاية غليزان يوم الثلاثاء اتفاقية ثلاثية تهدف إلى إدماج خريجي مراكز التعليم والتكوين في تخصصات صناعة النسيج. وسيتم إدماج بموجب هذه الاتفاقية خريجي مراكز التعليم والتكوين في مجمع تيال واستقبال المهنيين للتربص في المجال وإدماجهم بعد فترة التربص، كما تم الاتفاق على المناوبة باستحداث شركات مصغرة لصناعة النسيج وتكوينهم في المجمع. أفاد بيان لوزارة الفلاحة أن عمليات جني الطماطم التي انطلقت في جانفي الماضي على مستوى ولايات الجنوب ومناطق شمال الوطن بلغت إلى غاية اليوم 12.7 مليون قنطار بمردود متوسط بلغ 743 هكتارا في القنطار الواحد، أي بتسجيل زيادة نسبتها 77% مقارنة بالكميات المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية، حيث تم تسجيل إنتاج 7.2 من إجمالي هذه الكمية. إلى هنا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام الموعد الاقتصادي، نلقاكم الأسبوع المقبل بحول الله. السلام عليكم. نشرة الأخبار المحلية الأسبوعية من قناة الجزائر أنوان، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: تشيع جنازة الفقيد محمد بن رضوان وزير الشؤون الدينية الأسبق، والشتف ينهي مهام المكلف بالبناء والتعمير ببلدية ولاد فارس، والقسنطينة يتفقد مختلف المشاريع السكنية، انطلاق أشغال ربط 625 عائلة بالغاز الطبيعي بواد أسلي في شلف. مستهلا تم ظهر يوم الاثنين الفارض بمقبرة سيدي محمد ببوزريعة بالجزائر العاصمة،
تشييع جنازة الفقيد محمد بن رضوان وزير الشؤون الدينية الأسبق الذي وافته ألمانية في وقت سبق عن عمر نهز 70 سنة، وحضر مراسم الجنازة أعضاء من عائلة الفقيد وعدد من الأقارب والأصدقاء. وكان المرحوم المولود يوم 20 أغسطس 1900 ببوينا ولاية البوليدة، قد تقلد منصب وزير الشؤون الدينية في الحكومة التي ترأسها سيد أحمد غزالي في الفترة الممتدة من 91 900 إلى 92 900. أصدر والي شلف مسعود جاري قرارا يخص إنهاء مهام النائب المدعو رامي المكلف بشؤون البناء والتعمير على مستوى المجلس البلدي لولاة فارس. في ذات السياق أكدت المصادر بأن قرار إنهاء المهام قد تم اتخاذه على خلفية التقارير الواردة إلى المسؤول الأول عن الولاية بخصوص إخلال المعني بالمواد المنصوص عليها في رخصة تحصل عليها في وقت سابق قبل تجميدها. أقول هذا فضلا عن الشكاوي التي رفعها مواطنو منطقة بطباطة التابعة إقليميا لبلدية الشطية بخصوص توسع المعني للبناء على قناة الصرف الصحي وعدم تجاوبه مع إعذار السلطات المحلية. أجرى والي قسنطينة أحمد ساسي عبد الحفيظ زيارة عمل وتفقد رفقة الوفد المرافق له إلى المشاريع السكنية، واستهدف ساسي عبد الحفيظ زيارته بمشروع 4000 مسكن عمومي إيجاري بالتوسعة الغربية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي الذي انتهت به أشغال السكنات. أما أشغال الربط بمختلف الشبكات المختلفة وصلت إلى 95%، ولم يتبقى إلا بعض الأشغال المتعلقة بالربط بشبكة الغاز الثانوية والأولية وكذلك أشغال الربط بالكهرباء. انطلقت يوم الأربعاء الماضي أشغال الإنجاز في المشروع الذي يخص ربط 625 عائلة بالغاز الطبيعي على مستوى حي جلالي باللزرق أقول ببلدية واد أسلي في ولاية تشلف. وحسب تصريح مديرة الطاقة لولاية تشلف شهرزاد تلي بوزيد، فإن مشروع اليوم يندرج في إطار 26 عملية الممولة من طرف صندوق الضمان والتضامن في سيسيال للجماعة المحلية بغرض ربط 6894 عائلة تقطن مناطق الظل بالغاز الطبيعي. بلغ عدد سكان المتعافين من فيروس كورونا المستجد بالمركز الاستشفائي الجامعي بوهران 1067 متعافي إلى غاية نهار يوم الخميس الفارط بعد خروج 11 مريضا متعافيا في 24 ساعة الأخيرة. وخضع المصابون بفيروس كورونا المستجد لبروتوكول العلاج هيدروكسيكلوروكين الذي أقرته وزارة الصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي بوهران. تمكنت مؤخرا فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين الدفلة من الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة تضم 6 أشخاص بينهم فتاة تتراوح أعمارهم بين 22 و37 سنة، أغلبهم مسبوقون قضائيا يقيمون بمدينة مليانة. اختص أفرادها في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والمتاجرة فيها، كما سمحت العملية بحجز كميات من المؤثرات العقلية ومجموعة هواتف نقالة كانت تستعمل للتواصل بين أفرادها، إلى جانب مبلغ مالي فاق 23 مليون سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي. تم صبيحة يوم الثلاثاء الفارط العثور على طبيبة أسنان تعمل بعيادة بالريان ميتة داخل سكنها. وحسب المعلومات المتوفرة فقد اختفت الطبيبة منذ 3 أيام عن الأنظار، أين تم إخطار مصالح الأمن التي شرعت في البحث عنها، حيث تم العثور على جثتها بمنزلها. من جهتها فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وظروف الوفاة. عرفت أعالي ولاية تسطيف بني ورسيلان حرائقا أتلفت 140 هكتارا من المساحات الغابية، من جرى عنه خسائرا في الأشجار المثمرة وحتى في الثروة الحيوانية لسكان المنطقة. لتفاصيل أكثر في تقرير الزميلة سارة بوعكة. اكتشفت
أحدثت الأرض حلة سوداء، النار اشتعلت، رئة ولاية سطيف احترقت. مشاهد تظهر حجم الضرر الذي تعرضت له ولاية سطيف. على مد البصر 140 هكتاراً من المساحة الغابية حولتها الحرائق إلى أرض خاوية. أشجار الزيتون والتين وغيرها مصدر رزق لأصحابها أضحت رماداً في لمح البصر، وبيوت لم تسلم من لهيب النيران. في الجهة الأخرى يزاول 120 رجل إطفاء عملية الإخماد بدعم من الولايات المجاورة ومحافظة الغابات. فإذا كان الجيش الأبيض مرابطاً في المستشفيات، فإن رجال الحماية المدنية واقفون لإخماد حرائق الغابات رغم قلة الإمكانيات وصعوبة المسالك الجبلية. 3 أيام ولم تكد النيران تنطفئ لتشتعل مرة أخرى في الغابة المجاورة غرب بني ورتيلان. قدر الله وما شاء فعل، جنة خضراء ضاعت بسبب عود شواء. فلعل هذه المعضلة تكون عبرة لمن اعتبر لحماية الطبيعة ومكنونتها. أوقفت مصالح الدرك الوطني بالمدية 4 أشخاص يشتبه بتورطهم بإضرام النيران في الغابات المحاذية لكل من دائرتي بني سليمان وتابلاطة، وهذا بعد التحقيقات والتحريات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني حول الحرائق التي نشبت عشية عيد الأضحى وقبلها. 2 من المشتبه بهم من دائرة تابلاطة و2 آخرين من دائرة بني سليمان. سجل مركز رصد الزلازل هزة أرضية بشدة 3.4 درجة على سلم ريشتر ضربت منطقة تاكسنا في جيجل، وحسب مركز رصد الزلازل فقد سجلت الهزة الأرضية على الساعة 4:09، وتم تحديد مركز الهزة على بعد 15 كيلومتر جنوب شرق تاكسنا. يناشد قاطنو قرية كريشتل الساحلية التابعة لبلدية قديل والواقعة على بعد كيلومتر عن وهران ولي الولاية والسلطات المعنية التدخل والالتفات إلى انشغالاتهم الأساسية المتمثلة في وقف نشاط محجرة، وهذا عقب تجميد نشاط 4 محاجر أخرى لما سببته من أضرار صحية وبيئية بمنطقة غنية بثرواتها الطبيعية، منتوجات فلاحية وينابيع مائية عذبة جعلت منها وجهة سياحية بامتياز، سكنات متضررة من تفجيراتها المحاجر، ارتفاع معدل الإصابة بالربو والحساسية بفعل الغبار ورائحة البارود، انقراض العديد من الحيوانات، ضياع نشاط تربية النحل وتلف مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية. هي حصيلة ما خلفته المحاجر الناشطة بمنطقة كريشتل الآهلة بالسكان الذين يبكون حال قرية صغيرة لكنها حققت اكتفاءها الذاتي لثرواتها الفلاحية السمكية والسياحية جعلت منها جنة فوق الأرض. نهاية نشرتنا الإخبارية المحلية، شكرا على طيب المشاهدة. نشرة الأخبار الدولية الأسبوعية من قناة الجزائر أنوان، والبداية بأبرز العناوين. تونس فرض وضع الكمامات في الأماكن العامة للحد من انتشار فيروس كورونا. حداد وطني في لبنان غدا انفجار في مرفأ بيروت. الصين تتهم واشنطن بالترهيب بسبب ضغوط ترامب على تطبيق تيك توك. اليابان تحيي الذكرى 75 لقصف هيروشيما بالقنبلة الذرية في مراسم محدودة بسبب فيروس كورونا. حريق مهول بسوق شعبي بإمارة عجمان في دولة الإمارات. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل.
قررت السلطات التونسية الأربعاء فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة لكبح تفشي فيروس كورونا الذي زادت وتيرته منذ فتح الحدود في 27 جوان الماضي. وقال وزير الصحة محمد حبيب الكشو في مؤتمر صحفي أن وضع وسائل الحماية وخاصة الكمامات أصبح إجباريا وسيتم إقرار عقوبات للمخالفين، وسينعقد المجلس الوزاري قريبا لإقرار نوعية العقوبات، وسيتم تطبيق القرار في الأماكن العامة داخل البلاد وفقا لوزارة الصحة. ومع بداية تسجيل الحالات الأولى في البلاد سارعت السلطات التونسية إلى غلق حدودها الجوية والبحرية والبرية في 16 من مارس الماضي. ومنذ 27 جوان تم فتح الحدود وارتفع تبعا لذلك عدد الحالات المصابة، وتأثرت تونس بشدة من التداعيات الاجتماعية لقيود السفر، ويهدد الوباء بفقدان عشرات الآلاف من فرص العمل في قطاعات السياحة والسيارات والتجارة غير الرسمية، في حين تكافح البلاد للحد من البطالة. أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار الذي وقع الثلاثاء في مستودعات ميناء بيروت بالقرب من وسط المدينة، مخلفا 137 قتيلا وأكثر من 5000 جريح، كما تم تسجيل العشرات من الأشخاص في عداد المفقودين. وحول هذا الانفجار قال الرئيس اللبناني ميشن عون إن السبب يكمن في تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم منذ 6 سنوات. وصرح الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كاتانا لقناة تلفزيونية لبنانية: ما نراه مصيبة كبيرة، مضيفا: هناك قتلى ومصابون في كل مكان في جميع الشوارع والمناطق القريبة والبعيدة عن الانفجار. انفجار بيروت يأتي وسط أزمة سياسية واقتصادية تفاقمت مع تفشي فيروس كورونا، وينذر الأمر بأزمة إنسانية جديدة في لبنان الذي يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين السوريين. اعتبرت بكين الثلاثاء أن الضغوط الأمريكية على الشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك لمشاركة التسجيلات المصورة متعارضة مع مبدأ اقتصاد السوق ومبادئ منظمة التجارة العالمية القائمة على الانفتاح والشفافية وعدم التمييز. واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين واشنطن بالترهيب واستخدام مبدأ الأمن القومي دون دليل ضد الشركات الأجنبية. وأمهل الرئيس دونالد ترامب الشركة الصينية 6 أسابيع لبيع أعمالها في الولايات المتحدة لشركة أمريكية. وفتحت واشنطن تحقيقا رسميا بشأن التطبيق على أساس مخاوف مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي، إذ أنه يجمع كميات كبيرة من البيانات الشخصية المرتبطة بالمستخدمين يتوجب عليه قانونيا مشاركتها مع السلطات في بكين في حال طلبت ذلك. وأثار تلويح الرئيس الأمريكي بحظر تيك توك في الولايات المتحدة سخط مستخدمين كثر للتطبيق الصيني في البلاد، إذ أكد هؤلاء في منشورات لهم رفض الرضوخ لمثل هذا القرار الذي يشكل في حال سريانه انتهاكا للدستور الأمريكي. قرعت الأجراس في مدينة هيروشيما اليابانية الخميس في الذكرى 75 لأول قصف بالقنبلة الذرية في العالم في مراسم محدودة النطاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مع تطبيق إجراءات احترازية صارمة. وأكدت سلطات المدينة أنها قررت إجراء المراسم نظرا لأهمية ذكرى القصف الذي أودى بحياة 140 ألف شخص قبل نهاية عام 1945. وجرى تقييد مشدد على الدخول إلى متنزه السلام في وسط هيروشيما، ولم يتمكن من حضور المراسم التذكارية سوى من نجوا وأهلهم. وحضر رئيس الوزراء شينزو آبي المراسم كما جارت العادة، لكن عدد الزوار الأجانب كان منخفضا وجرى تقليص الحضور العام.
اندلع حريق مهول الأربعاء على مستوى سوق شعبي بالمنطقة الصناعية التابعة لإمارة عجمان بالإمارات العربية المتحدة. ووفق إدارة الدفاع المدني، فقد تم السيطرة على حريق بالسوق الشعبي المعروف باسم السوق الإيرانية، وذلك بالتنسيق مع فرق من دبي والشارقة وكذا أم القيودين. وأضافت ذات المصادر أن أسباب الحريق غير معروفة لحد الآن في انتظار نتائج التحقيق، كما لم يتم تسجيل وقوع ضحايا. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، إلى أن نلتقي مجددا، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.